هادشي فاش جاب هاد السيده صاحبته تقريبا شي وحاولتي حصلتي يعني شي مده ديال سمانه دابا تقريبا كثر ايا ما كانوا كيقولوا لي الناس كثر شي شهر وهي كتدخل عادي وانا الناس سميتو كيقولوا لي هادشي بحال هكايا يعني عادي انه ولا عادي ولا كيدخل قدام الجيران قدام كلشي كيدخلها ما كتسوق حتى شي حد انت حاول انه تعدى عليك تكرفص عليا ضربني جميع الانواع غير باش نخرج من الدار هذا الوليد مسكين يعني عنده 10 شهور دابا عنده 10 شهور ما صايبه باش نجري ليه لا حليب لا ليكوش لا حتى شي حاجه ولات عنده الحساسيه ولا ازماتيك الدرية عندها 7 سنين مرضت مرض نفساني ولات كتقول لي ماما علاش حنا ما خرجنا من دارنا علاش حنا سماح فينا وخرجنا من دارنا وتبعها هي بزاف ديال الحوايج كنعيش الدمار نفسانيا ماديا معنويا بزاف الحوايج الله يصوب لك اختي السلام عليكم خوتي المغاربه قناه شوف تي في على المباشر من المدينه ديال سطاس يعني العقل ديالك يحبس مع هاد الحاله ديال هاد السيده اللي من المدينه ديال سطاس عندها 2 ديال الوليدات ولد عنده 10 شهور والبنيه عندها 7 سنين الزوج ديالها حسب يعني الروايه انه كيخونها مع العشيقه ديالو حاول تكرفص عليها تعدى عليها ضربها حصلاته يعني العديد من المرات ولكن للاسف شديد يعني ما وقعت حتى شي حاجه ودابا هي الوليد عندها مريض كتعيش يعني واحد الحاله نفسيه يعني يرثى لها عاودي لنا اختي شنو واقع لك بالضبط يعني يا حوايج اللي بزاف انا كنطلب من اخوتي المغاربه يشوفوا لي من حقي ووقفوا معايا راني كنحس يعني حقي انا ما تغادش بلا بلي دقيته كنلقاه مسدود عليا كيقول لي شوفي انا تمشي للباب ديال المحكمه تي من هنا غنشرقوا انا من هنا انا قاعد تقابي عارفهم هو عنده الفلوس انا ما عنديش عنده النفوذ انا ما عنديش عندي الله سبحانه وتعالى ياه دابا هاد الوليدات يعني الوليد مسكين مريض يعني ولات فيه الحساسيه البنيه تا هي يعني كتمر من واحد الحاله نفسيه خيبه يعني يعني حاولتي انه درتي معاه جميع الحلول بغيت نصبر على ولادي طلبت وزوجت فيه قلت لي خليني عف داري دير اللي بغيتي سير تزوج بيها دير اللي بغيتي قال لي شوفي هي ما باغاكش بحال هكا هي ما باغاكش هي عشيقه ديالو ما بقاتش يعني شكون اللي عنده الاولويه راه انت اللي الزوجه ديالو هي ما بقاتش بغاتك تبقاي معايا في الدار غتخرجي تبعدي مني يعني تقبلي بهذا هذا على اساس انها تبقاي مع العشيقه ديالو بغيت غير ولادي انا المهم عندي بغيت ولادي كنحس بهم كيتمحنوا قدامي بنتي كتقول لي ماما حنا ما عندنا فين نسكنوا انا ما عنديش فين نسكن ما عندي باش نعيش يعني رزقي اللي كان عندي عطيته ليه ما بقات عندي حتى شي حاجه في حياتي تقول يعني اخر مره ملي انه يعني حاولتي ضبطتيه في المنزل فوقاش هادشي كان واحكي لنا يعني انا مره انا كنت عندي 40 يوم والده الدريري عندي 40 يوم دخلها قدامي للدار وانا يا نط ومشيت عليه بشويه ودرت ليه فيديو درت ليه فيديو نعم وناض وقرض لي رجلي هرسها ليا وسميتو يعني حاولتي ملي صورتيه هو وياها شد لك الرجل ديالك شد لي رجلي وقرض قرض لي الرجل ديالي تتقرضت وصافي وسد عليا وخرج هو عادي هو وياه ما على بالهمش يعني صافي وسد عليا مده شهر وانا مسدود عليا ورجلي منفوخه وما تعالجتش اصلا رجلي لحد الان انا مازال كنخمع بها وجي حوايج بزاف حاولتي يعني اتصلتي بالناس ديال الامن من اتصلت بهم انا نعم. مؤخرا اتصلت بهم وطلعوا لقاوها في الدار ويعني راه كتبان يعني دفع لينا الدواء ودفع لينا كل شيء وبقى هو وياه لداخل وبقى هو وياه لداخل ساد عليه وجاو وقالوا لي عاودي معانا ديري شكايه وحنا غادي نبقاو عاسين عليه ولكن اللحظه اللي انا مشيت ندير شكايه ويخرج من الباب ديال سميتها كيبانوا لي دوك اللي قالوا لي غنبقاو عاسين عليه لقيتهم قدامي قلت لي اخويا حملك الوالدين هي قلت لي غادي نبقى قال لي راه ما تفاوتتش الطوموبيل يعني راها باقا تما ومني تميت انا جايه لقيته حطها في واحد البلاصه كيقولوا لي الخامس وشد لها تاكسي وانا جيت يعني صافي زعما كاين بحال حتى شي حاجه ما طاريه طلع ليا ودار ليا بحال هكا وحشك وبزق ليا وعايرني من الشارجوم وسد عليا الشارجوم ودخل وانا ولادي شنو نضيع ولا ما فهمتش ما عرفتش راسي من غنعطيها انا كنطلب من سيدنا وكنطلب من سي الحموشي انا مزوقه فيهم وراه ما عندي حد عندي سوى ربي وهما يا ربي ياخذوا لي الحق ديالي وحق الدراري راه غادي يضيعوا وغادي يتشردوا في الزنقه دابا مساكن يعني راه البنيه الحاله النفسيه ديالها في شكل هذا الوليد حتى هو مرض انت دابا يعني
من بعد انه خرجك من الدار ديالك وشاد العشيقه ديالو، دابا كتسكني غير في بيت في السطح. في السطح كنت غنجي يعني ننتقل عندك للسكن ديالك. ما عنديش زعما نتفرج، ما عنديش زعما نتفرج والو، تقول حتى شي حاجه ما عندي والو، ما عنديش. عطيني عمر خويا فين ساكن هذاك البيت انا اللي ساكنه فيه. شي اختي راني كنمر من شي حوايج ما عرفتش راسي كن لهالدرجة انه يسمح في الوليدات ديالو اختي. ولات بنته كتقول لها بابا ردنا على دارنا ما بغينا حتى حاجة، كيقول لها سيروا تتكبروا وجيو، ترى ما بقيت باغيكم دابا. يعني في هذه اللحظة يعني ما بقاش والو، دعيت على النفقة حتى شي حاجة بقى ما بانت ليا والو، ما عرفتش راسي فين غنعطيها، ما عرفتش. أنا كنطلب من سيدنا وكنطلب من سي الحموش وكنطلب من كل شيء، الله يرحم لهم الوالدين وشوفوا من حالي وحال الدريرية، حنا تكرفصنا بزاف 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 لواحد الدرجة. ولاديك أنا نصبر، كيقولوا لي سيري صبري أنا صابرة، ولكن ولدي كيصبروا فيك، ولكن ولدي كيخصو الحليب ما كنصيبش باش نشريه ليه. بنتي كتمرض عندها الحساسية بحال خوها، ما كنصيبش باش نشري ليها الدواء، يعني ما عرفتش. حول ولا قوة إلا بالله، ما عرفتش. هو عايش عادي كيدوز من حدايا، ركب هو وياه في الطوموبيل وكيدوزو من حدايا، وملي كنطلع ليه حاشا كيبزق ليا ويقول لي شوفي هانتي. يعني راني ما عندك ما تصور، ما عندك ما تصور هذا المسطرة. حاولتي اختي درتي شي شكايات فهمتيني؟ درت، درت انا بزاف ديال الشكايات، انا درت بزاف، انا تقريبا شكايات راه كنت كنديرهم كل سيمانه. والو كل سيمانه كديري الشكايه؟ كل حقي ما بانش والو. يعني حتى لهالدرجه يعني انه كيسد عليا نهار السبت، كيجري عليا نهار السبت في الليل، والحد والاثنين كيمشي، كيوصل عندهم كيقولوا لي نوضي تهزني مع راجلك، راه كيقول لي هو راني ما جاريش عليها، وكيجيبني لحدا الدار كيدخل وكيسد عليا الباب، ونبرك في واحد البلايصه مبنيه ديال الحيط كنبرك فيها، وحق سيد ربي اللي كنبرك فيها، حتى كيقولها لي راسو، وكيعقب يدخني ويقول لي شوفي ياك جيتي وجلسي في البيت، ما كناكلش يومين ثلاث ايام. يعني كيبقى ساد عليك؟ اه كنبقى بالجوع، يمشي هو ياكل هو واحد الدري ودخو كيجيبو يديروا الغداء، ويعيط على الدريه بنتي تغدى معاه، وانا كنضل جيعانه ونبات جيعانه وكنردع في الدري. والوليد باقي صغير اختي يعني. يعني الوليد باقي صغير عنده 10 شهور تقريبا، والبنيه وانت دابا ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، يعني كيفاش كتعيشي يا اختي؟ ظروف صعيبه. من بعد انه مديتيني بوثائق كان في الحوزه ديالك واحد المبلغ مهم ديال الفلوس، مبلغ كبير يعني ما نقدرش نقوله انا، وكله تسحب هذا المبلغ، كله تسحب وعطيتو ليه هذا المبلغ، تسحب على اساس انك عطيتيه وعاونتي معاه راجلي، دار مشروع. دار مشروع عاونت راجلي وكبر وكلشي، يعني انا مهم عندي كنت باغا يحني. واش المراه اللي بغات توقف جنب راجلها يطرى ليها هاد الحوايج؟ يعني تساعدو دير ليه مشروع وتوقفو على رجليه، وتوقفو على رجليه، واش يطرى ليها انه يلوح في الزنقه هي والوليدات ديالها، هي والدراري. راه زعما هادشي راه لا حول ولا قوه، راه زعما كي انا من نفسي ما مقبلهاش، مع نفسي انا من نفسي ما قدرتش نتقبله. يعني حسيتي بال حسيت بزاف د الحوايج، ما قدرتش نتقبل هادشي اللي انا طرى ليا، ما مقبلهاش مع نفسي. انا وقفت بجنبه، انا وقفت يا انني كانني امراه حره مغربيه، يعني ما توقف جنبها باش راجل يكبر، باش يعني على وليداتهم باش يكبروا ويصيبوا فين يعيشوا، ماشي باش تلاه هي للزنقه، هي وجوج دراري تتشرد هي وياهم. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. باش نتشرد انا؟ كنطلب من خوتي المغاربه. العائله يعني ديالك اختي كيفاش؟ انا امي مطلقه بيا، با مزوج مرا اخرى، امي مزوجه براجل اخر، يعني كل واحد عايش حياته، انا رايتي مثل حيين زعما، يعني راه يعني سنة التعليم. العوض انه هو خصو يسند عليه. سنة التعليم، يعني انا ما سندتش لحد، انا عائلتي كتقول لي انت هي ماشي امراه، انت صدقتي فيا عطيتي رزقك، علاش درتي هكا؟ بزاف د الحوايج. انا بصح انا ما مراش، انا كنحس براسي انا علاش ثقت فيه؟ انا ما عمرني حسبت راجلي غيدير لي هادشي، ما عمرني حسبت راجلي انا غيدير لي هاد الحوايج. تبع نفسي، ما عمرني فكرت فيها تبع دماغي.
عمرني حطيت راجلي انا غيدير لي هاد الحوايج ويشردني انا وولادي وما نصيب باش نعيش وما نصيب باش ناكل وما نشرب نطلب باش نجري لوالدي ليكوش ونطلب باش نجري لبنتي الدواء ونبات في السبيطارات نمشي على رجليا ما كنصيبش باش نجي الطاكسي وكنمشي على رجليا من حي السلام وولدي كيموت في ظهري ولدي كيموت في ظهري وكنت غادا ما بقيتش وليت كنحش بالخوف حيت كنشوف ولدي كيتالم قدامي عنده ازماتي كيتخنق ليا بين ايديا يعني الوليد ومحتاج الدواء محتاج محتاج بزاف الهوايج الدريه ما باغاه الدريه ما انا كديرني كتالمني بزاف كتقول لي ما احنا بغيناه بغيت نشوفه ماما كتمشي عنده ما كيبغيش يدخلها للدار كيقول لها سيرو تتكبر وجيو ما كيبغيش يدخلها للدار حيت الاخرى كاينه فيها لهالدرجه يعني سيطرات ليه على العقل ديالها ما كيبغيش يحل الباب ويدخلها للدار حتى بنتو كتقول لي ماما قال لي سيرو تتكبر وجيو كنقول لها صافي ماما ما كنبغيش نبين لها نقول لها راه ما مساليش باباك غير باش ما ناثرش عليها بالفعل اختي بزاف يعني دابا شي سيمانه تقريبا باش صافي ضبطتيه و ضبطتو حسيت بكل شيء حسيت بكل شيء شفت كل شيء بعيني كيفاش دخلت كيفاش كل شيء وياه هي حداه يعني في لي زوديو كتكلم انا طالعت عليهم في الاوديو يعني سمعتيها في الاوديو وانت يعني واقفه قدام الدار ومعك الناس ديال الامن و ورجعتي يعني خاويه الويفا ما عنديش حتى شي حاجه ما تخاطت ليا حتى شي حاجه والو قلتي لي حقي ما بانش كنحس بحقي ما بانش حقي انا بغيت حقي انا ما بغيت حتى شي حاجه انا بغيت حقي بغيت خوتي المغاربه يوقفوا معايا ناخذ حقي وحق وليداتي ما بغيت حتى شي حاجه الله يدير لك شي تاويل انا ما بغيت حتى شي حاجه الله يدير لك شي تاويل حقي شحال انت دابا اختي ومع هذا المشكل دابا بالضبط دابا شي من شهر 7 ديال ذاك العام اللي فات كنت هذيك الساعه حامله بوليدي عندي 4 شهور عنده من شهر 7 وانت باقا كتكرفسي لحد الان وانا كنتكرفس ضربني وانا حامله بغى يخسر ليا بنادم فكر شي ماشي مره ماشي جوج صافي السيد يعني ولا راسو كيقول لي صافي هذه خاصها تحيد ما بقيتش كنفهم واش هذا يعني جلي دوخو ما فهمتش يعني انا راجلي انا تصدمت واحد الصدمه كبيره يعني اكثر ما انايا كنت كنثيق فيه وكنت كنحط عليه الراس وتصدمت فيه بزاف يعني لا فلوس لا لا حتى شي حاجه والاخطر من ذلك هو انه السيده معاه يعني بلا حياه بلا حشمه يعني مازال الفلوس تقول لي ما كاين مشكل ولكن يعني انه صح السيده يعني صح ضد فك انت ضد في انا يعني حياتي انا صافي مشات وهو عايش حياته عاديه يعني انا ولاو كيقلبوا على شي حاجه اللي ما عرفتش شنو يدمروني ما عرفتش شنو نفسانيا وكيدوز انا كنتعرض لشي تهديدات دابا كنتعرض يعني منه هو كنتعرض منه هو وكتكون حداه هي كتقول لي ناخذوا لها الدراري وشنو بغات عندك يعني ما عرفتش هاد السيده شنو بغات عندي يعني حتى الدراري حتى هما طار مع فيهم فهمتيني انها الله يدير لك شي تاويل ديال الخير اختي الرساله اختي اللي كتوجهيها يعني عبر هذا المنبر ديال قناه شوف تي في باش كطالبي بحقي خوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن وخوتي المغاربه انا مزوقه فيكم شوفي عندها كيتخنق ابقاي عندك علولية خوتي المغاربة أنا خارج الوطن ودخل الوطن ديري ديري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنطلب خوتي المغاربه يوقفوا معايا ناخذ حقي انا وليداتي راه تشردت عليا وتشردوا لي ولادي كنطلب من سيدنا وسيد حموشي وكنطلب من خوتي المغاربه كاملين انا بغيت على حقي ما بغيت حتى شي حاجه ما بغيت غير حقي وحق ولادي كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا في القناه شوف تي في على المباشر كانت هذه يعني تصريح ديال هاد السيده اللي حاول تكرفس عليها راجلها حاول انه يخونها حاول انه العاشقه يعني ديالو انه ضد فيها عنده جوج وليدات عنده وليد عنده 10 شهور
يعني عنده وليد عنده 10 شهور والبنيه عندها 7 سنين كتعيش يعني الحياه ديال العذاب العذاب. كتوجه النداء ديالها للمسؤولين انهم ينصفوها. كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر.